شوف انا راه اه كنشوف فيديوهات الله ديالك، يحفظك. راه كتصدم انت عباد ما الله، قلتلكش ولكن عارف عليا انايا الصدمة ونيشان. هذه هتكون صدمة اه كبيرة هذه. خلط ندير لك تخليطه من الموديلات كاملين، دي وحده من يا هنايا كسي وحده من هنايا وحده من هنايا وحده من هنايا وحده من هنايا. دي الفراشه ديالك عمر هادشي. شوف راه تخيل لي منين غتحط واحد 20 موديل، 20 موديل راه ساوي ندير. الله يرحم الوالدين. شوف شوف ما نديروش 30 بياسه، 20 بياسه. شحال تما؟ 360 درهم يبدا مشروع. 20 بياسه صافي مزيانه؟ الله شنو مازال؟ الله يرحم الوالدين. صافي بصح هذا الربح انا ما كندخلش في الربح ديال شي واحد ياك، ولا يزيد فيها غير 10 دراهم. يزيد فيها 10 سويت دراهم. ديالك. إيه والله هي زوينه. الشمسه ديالك كيفاش دايره؟ مليحه. تبارك الله. مليحه مليحه. شو الطيحة اللي طيحها هنا بحال ديال بحال ديال الاوريجينال. ديال الاوريجينال شوف هذه خدمت المفاجأة اللي قلنا في الأول، قلنا ضروري مفاجأة هذه اللي كتعجبني هذه المفاجأة. اهلا 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 سي الصحراوي، لاباس عليك؟ كدير بخير، بخير. هاني مزيان امور هاني. صحيحة، الله يحفظك، كلشي الله بخير، يبارك فيك، الله يحفظك. اللهم لك الحمد. شكرا لك بزاف على الزيارة ديالك هي أول حاجة. شوف انا شكرا ملي لك هضرتي بزاف، معايا الله وقلتي لي يحفظك. راه باغي التعاون مع عباد الله جيت كنجري، ضروري ما نكذبش عليك، ضروري. انا بغيتك دابا الناس أيه. اللي يلا باغيين يبداو واحد المشروع أيه. أيه. بغيتك تعاون ليا معاها. ضروري واش عارف عليا انا؟ هو راه هذاك الشيء دابا سمعت عليا سنين واعوام، اش كتسمع عليا؟ الله يحفظك الوالدين. ما كاينش، شوف حنا تبارك الله تنديروا بركه قليله وتنعيشوا حنا اصلا عايشين مع الدرويش. الله يرحم بها الوالدين. اي باش عرف بنادم صحاب الفراشه صحاب الطوابل الناس هذا يلا بادين. حنا الناس يلا تي يلا باغيين يبداو تنديروا راك عارف نديروا بركه قليله وكنديروا اثمنه ما كاين ايه الرزق داك يمكن هرسوا حتى واحد ولكن بغيتي تعاون مع عباد الله. هادشي اللي كاين اللي ما عندوش هادشي اللي كاين. بالنسبه راه عندك هاد السلعه هادي تبارك الله، موديلات ما شاء الله تبارك الله، والسلعه خدامه هادي تبارك الله. هادي لقيتها. شوف اللي بغى يتحرك الناس اللي باركين العيال الرجال الدراري اي واحد اللي كيديروا الايكوميرس اي واحد. كنقول لك انا كنقول لك هاد لقيتها بالضبط ديال 8 اللي الا ما كانتش في بالك انا تنقول لك دابا هادي لقيت شكاره دابا كتبدا من شهر 8 الله يرحم بها الوالدين. عندك حتى النصف تسعود ولا حتى تسعود كامل الناس كتبقى تاخذ الشكاره يعني فرصه ديال شهرين طلع فيها واحد المصاريف اللي مخير ما شاء الله تبارك الله بواحد السلعه اللي اثمنه مزيانين بالصحراء الله يرحم باك. شوف انا راك عارفني كنبغي نوصل واحد الميساج ديال كلشي يدبر على راسو ضروري وتعاون ليه مع بعض الله ضروري. وكل فيديو وكل فيديو كندير واحد المفاجاه اييه اللي كتكون كيستافد منها كلشي ضروري. كاينه بعدا شي مفاجاه. شوف كل محل كان مفاجات. المهم يلا نتعاملوا مع خوتنا المغاربه الله يرحم الوالدين. صافي ورينا شي موديلات دابا. شوف هذا تروس هذا 8 دراهم اييه. شوف كيفاش داير. شوف السلسله كيفاش دايره. 8 دراهم. شوف الزواقه ديال الزواق 100 درهم ديال الزواقه والله الا واحد ديال الطبعه 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 ديال الشين وادي تبارك الله والله زوين هذا الشيء. هذا 8 درهم واكثر هي الخدمه كاينه دابا مع الدراري الصغار. شوف هذا الشيء اللي خدام دابا نقول لك الولادات الصغار واش اي واحد كيبغي يشري دابا دابا تنقول لك على المغرب كامل وهذا الخصوص هذه السلعه تتمشى في النواحي اي اي بلاصه تتمشى اصحاب الجمعيات كذلك اصحاب العادات اصحاب الجمعيات. شوف اصحاب الجمعيات مرحبا بهم كاملين الله يرحم بها اصحاب الجمعيات راك عارف اصحاب الجمعيات حنا نزيدو هما كيتعاونوا مع الناس حنا نزيدو نكراطيو لهم. هاد الاثمنه اللي سمعوا دابا غايجيو هنا والله العظيم تنقص لهم ان شاء الله. صافي مزيانه الله يرحم بها الوالدين. هادشي اللي غادي نقول لك انا ها انت عندك هاد الكيشوه هادي. شوف لي الموديل شوف لي السماطي كيفاش دايرين غنصدمك في الثمن هزي. شوف لي الاثمنه كيفاش دايرين لا تبارك الله. شو السنيسله ها هي السنيسله فيها هنا سنيسله حلو وجويب وهنايا هنا كاين جويب. شوف الشكاره كيفاش دايره معمرينها. شوف الداخل كيفاش دايره ها انت خويا خويا. شوف الشكاره كيفاش دايره. شوف الشكاره كيفاش دايره ماشي مرقعه بالثوم هنايا والثوم هنا. شوف واحد والطبعات تبارك الله 25 درهم ياك ها اللون ها اللون الاول 25 درهم ها الثالث 25 درهم تبارك الله فيها ثلاث الوان. هذا راك حل باش ما يتلفوش الناس. هذا راك حل كامل وهذاك حل بالزرق وهذاك حل بالاحمر. شحال قلنا 25 درهم اجي بدني نعاود ثاني خلينا من هذا ياك ياك هاد اجي لي هذا. شو كي داير هذا الموديل هذا ايه الله العظيم انت غتصدمك في هذا الموديل هذا ياك السي وما تقولش لي يا سي الصحراوي انا عارفك كتصدمني ولكن بغيتك تصدمني بزاف. شوف لي هنايا جيب هنايا ماشي خاوي اخوان جيب طبعه ديال الشينوا هذه
طبعا بوحدها نقول لك التمط ديال الطبعه بوحدو. والله انا شوف انا راه كنشوف فيديوهات ديالك راه كتصدم عباد الله. انت ولكن اش عارف عليا انايا الصدمه ونيشان هادي غتكون صدمه كبيره هادي. ها انت شوف الموديل كيفاش داير. كيجي فيه هذا اللون هذا هذا الموديل ديال البنات والموديل ديال الاولاد. كاين هذاك الموديل ديال الاولاد. قبل ما نقول لك الثمن الباترون حنايا الدرويش الملمحل كلشي اللي خصو شي حاجه مرحبا. الله يرحم دار الوالدين. حنا شوف مول 700 درهم مول 1000 درهم فهمتي شنو نقول لك. حنا الجماعه كتوقف تقول لك لا جدي كوليا متفق معاه فهمتي محيدين داك الباب. حنايا جي المحل مفتوح مفتوح اللي بغيتي دير جيب 700 درهم 1000 درهم خلط ندير لك تخليطه من الموديلات كاملين. دي وحده من هنايا 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 دي الفراشه ديالك عمر هادشي. شوف راه تخيل لي ملي غتحط واحد 20 موديل شي موديل راه ساويه ندير لك. راه هادشي اللي كنبغي انا كتبغي تشرح للناس باش عندك اسيدي هذا هي ميتاب صح. عندك اسيدي حنا ناخذ مثلا اجي عندي انا بغيتي 30 موديل 30 موديل حنايا بين الرخيص والغالي غنديرو 40 درهم حيت اغلى عندي حاجه هنايا ما كايناش 70 درهم اصلا ما كايناش 70 درهم غير باش نعطيو فكره للناس. يعني كاين من 600 درهم حتى 60 درهم حتى 65 درهم غنديرو 30 بياسه في 40 درهم لا مويان بين الغالي ولا الرخيص جات 1200 درهم. عرفتي 1200 درهم شحال فيها بياسه؟ شحال؟ 30 بياسه. 1200 درهم فيها 30 بياسه. 30 بياسه تخيل انت 30 بياسه قداش تحطها ما كتعمر السلعه. لا 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 والله مسرعه. ونديروا في الرباح شحال نديروا 20 درهم لا على البركه هذه قناه. نديروا 20 درهم 20 في 30 بياسه 600 درهم. حنا ما نقولوش يبيع 30 بياسه دقه واحده ولكن غيبيع واحد 20 فهمتي شنو نوصلك في هذيك اليومين الاولى ويقدر يبيع 30 نهار كامله. ولكن انا علاش كنقول هكا حيت عارف هاد السلعه هادي تخرج لي ما غاداش دابا يقول لك لا الناس الصاير وهذا. حنا عندنا 20 درهم حيدنا منها واش فهمتي خليناها نيشان. يعني كل واحد شحال كيدير ربح. حنا هي هذا مثال باش كيفاش شحال غادي يربح. يعني الناس مول 2000 1200 خلي خلاص اللي عنده 3000 4000 هذاك راه تيخدم مزيان وتسحب مكاتب حتى هما كتعامل كل شيء. شوف بالنسبه توصيل التوصيل كاين من 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 طنجه حتى للقويره 20 درهم 20 درهم حتى لمدينتك. الله يرحم بها الوالي. هذا هو المشكل اللي كان القديمه ولكن سبحان الله شوف حتى لمدينتك. انا سول عليا قبل دابا راه نخليو الثمن ديالك ذكرني الثمن ذكرني هنا دير هذه ضروري نرجعوا ليها فكرني في هذه في الثمن ديالها. انا شوف سول عليا قبل ما تقد كاين المحل راه تنديرو السبرديل انت راك عارف نديرو السبرديل سنين واعوام. عندنا المحل بنيت في كراج على راه غنمشيو ليه ديال 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 داكشي ديال الالكترونيك والكوزينه والديكور هذا تا هو كاين في كراج علال. يعني قبل ما تقدا قلت لي كاين حتى في ضرب عمر. كاين في ضرب عمر السبرديله السبرديله في ضرب عمر السبرديله. حنا ان شاء الله باذن الله دابا حنا خدامين على الشكاره حيت هي وقيت دابا حيت هي وقيت ان شاء الله باذن الله راه غنصوروا لهم السبرديله كلشي غنصوروا لهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انا اللي عليا هو فيما كنت توصلك سلعتك فيما كان. شوف ونيشان درهم. ونيشان باش نقول لك بالنسبه بنادم واش يدير خلص عباش دابا حنايا تنتفاداو المشاكل تنديروا خلاص عاد توصلك السلعه ديالك عباش توصلك السلعه. علاش؟ علاش قلت لك انا سوى عليا سوى عليا قبل ما تقد قول لهم بغيت نتعامل مع الصحراوي اللي كاين في ضرب عمر ولا كاين في كراج علال. وبغيت واحد النقطه حتى هي موضحه حتى بالنسبه للناس اللي كيبانوا في الفيديو راه ما يمكنش لي يدي شي واحد ديالها. وانت عندك صوم دابا حنا الحمد لله بفضل الله راه عندنا صومعه مزيانه في المغرب. لا تبارك الله عليك والله ما يمكنش راه خلى الحاج الوالد ديالي 20 سنتيم قال لك ديال الوجه ما تفرطش فيها. الله يرحم بها الوالد. يعني الا جيت انا غشيتك انت شحال فهمت شنو نوصل لك؟ هي راه ماشي جو راه ماشي سميتك الصحراوي انت راه صحراوي اصلا. الله يرحم بها الوالد. يعني نيشان راك عارف حنا تنبغيو الناس اللي تيبغيو تتعاملوا معنا تنبغيو نتعاملوا مع ناس مزيانين. الله يرحم بها الوالد. يعني ناس فيهم خشونه ما كنبغوش نتعاملوا معاهم. هادشي اللي كاين. هذا بالنسبه للثمن شوف هرز دقدق وحاول توصل واحد الثمن. كنت غندير لك غندير لي شوف هذاك كنت غندير ليه 22 درهم. ياك احسب لي 18 درهم. ياك السي 18 درهم احسب لي. الله يرحم بها الوالدين. هذا ب 18 هذا 18 درهم تحط شوف هذا ديال ها هو 18 30 زيد تبارك ها هي 18 30 540 درهم. با ديالك ولا ما باديش ليك؟ 540 درهم يبدا بسرعه 30 بياسه. الله يرحم بها الوالدين. شوف شوف ما نديروش 30 بياسه 20 بياسه شحال تما 360 درهم يبدا بسرعه
20 بياسه صافي مزيانه. شنو مازال الحمد لله الواليد صافي بصح على الربح انا ما كندخلش في الربح ديال شي واحد ياك ولا يزيد فيها غير 10 دراهم يزيد فيها 10 دراهم شحال مشريه 18 درهم يزيد فيها غير 10 28 درهم يبيعها هو ب 30 12 درهم 12 درهم يزيد فيها 12 درهم يبيعها ب 30 شحال دا 20 ياك شحال تما 240 ما يقدرش يبيع 10 في النهار واه يدور بهم والكرام خاص واحد يتحرك ولا في الصراحه وفهمتي ماشي غير 20 بيات شوف الدراري شوف باش نقولك الصراحه الدراري تبارك الله ولاو كيتحركوا كلشي ولا كينوض دابا كيدير شوف حنا شوف حنا مرحبا باي واحد ندوزو لشي موديل موديل واحد اخر خويا شوف عندنا هذا 40 درهم عندنا هذا 40 درهم حنا نتفادو نقول اثمنه صافي كلشي المهم هذا 40 درهم هذا راه فيه جوج خدمات هذا فيه جوج خدمات هذه خدمه مزيانه شوف شو كديره فهمتي هذا 35 درهم كامل 35 درهم عندنا الاشبي عندنا الاشبي المزيانه والعاديه هذه المزيانه هذه المزيانه وفيها حتى العادي ديالها كاينه لتحت فهمتي هذه المزيانه وهذه العاديه لي ستوباك انا ما كنقول لك المحل كامل راه ما فيهش 70 درهم باش تكون عندك فكره المحل كامل فيه 70 درهم غير انا تنتفادى نقول الثمن باش هذاك اللي يشري من عندي ما يطلعش شي واحد فيسبوك يقول لي راه شفنا السيد كيبيعها غير بقدر فهمتك انا اللي مهرس هذاك اللي تيبيع لا المهم قلت الثمن انا بايع لي السلعه ومهرسه قلت شي حاجه باش يعرفوا الناس راه كاين اثمنه صافي باش يعرفوا راه كاين اثمنه رخيصه لي ستوباك المزيانه والعاديه المزيانه والعاديه فيها الثمن مناسب غادي نقول لها الثمن ديالها هذه المزيانه 55 العاديه 45 مزيانه 55 هذه هي المزيانه اللي عندنا هنا والعاديه راه تنخرجوها حتى كيسول فيها شي واحد حتى كيسول فيها 45 درهم 45 درهم هذه تحمرك الوجه بالنسبه لها هذه راه تبارك الله خدمه شو اللي دين شو اللي دين راه المزيانه هذه اجا شي وحده اي شوف بني شي وحده الله يحفظك شوفوا الناس باش نقربوا الصوره لا ماشي مشكل الناس اللي بعاد راك عارف شو اللي دين ايه ديك هي الخدمه المزيانه هذه الشيخ شوف البونجا البونجا من فوق انت شوفني غنلبسها انايا ياك عارف لي ستوباك المزيانه شحال دايره لا لا عارف شوف اللبسه ديالها ايه والله حتى زوينه اللبسه ديالها كيفاش دايره مليحه ما تبارك الله مليحه مليحه شوف شوف الطيحه اللي طيحها هنا بحال ديال الاوريجينال ديال الاوريجينال شوف هذه 55 درهم العاديه ديالها العادي شنو الفرق بيناتهم ان الصمت رقيقه الصمت رقيق الله يحفظك والناس الصغار لا لا صافي وما اختلاف راه غيبان لك راه تبان لك نفسها هي ولكن خصك تشدها بيدك لا لا تكون واقعي مع الناس مخدومه هذه هذا اللون تقريبا شحال فيها من اللون اللون بزاف المهم حنا هذا اللون اللي بازيو عليهم هما اللي زوينين في هذا اللون ولاد وبنات بولو بولو مزيانه هذه بولو مزيانه يعني مزيانه تنقول لك مطروزه هذه مطروزه شو هذه مطروزه وهذه مطروزه هذيك مطروزه شحال تفهم زين دابا هذه مطبوعه وهذيك مطروزه هذه زيد شويه في الثمن فيها اليدين منفوخين عاد زيد الخدمه راك عارف خدمه زيد شويه هذه نتفادى نقول هذه حتى هي لبسه حتى هي لبسه مرحبا هي الاولى هذه رخاوي ما عمريناش حنا باش يكون فهمت رخاوي اللي يسحبوا الناس عامره رخاوي واقفه الراسه فهمت خاويه رخاويه الناس كيعمروا هذه رخاوي خاوي واقفه تبارك الله هذه شوف هذه اعدادي ابتدائي ثانوي لا تبارك الله زوينه بولو فيها اللوينات ديالها فيها الالوان فيها البوردو ديالها فيها ثلاث لوينات ديالها المفاجاه اللي قلنا في الاول قلنا ضروري المفاجاه هذه اللي كتعجبني هذه المفاجاه شوف مفاجاه خطيره ياك حيت شوف اكثر المفاجاه اللي كانت كتهم شحال من واحد راه عرفتي هذه انا كنفرح لها بعد هذه قنبله الموسم ياك شو اللي راه موديك الله 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 شو شو ايه شو موديل كيفاش داير ديال الروض ديال الروض شوف انت نصور لك هكا كتاكت ديال الكتاكت الله يحفظك هذه الشينوا سلسله جيب من هنايا سلسله كبيره واخا درنا شكاره صغيره سندرنا لها سلسله كبيره باش تبقى صحيحه واش عاوتاني شو اللوينات راه خلي الثمن عيب بليت انا شوف انا اهم حاجه عندي هو الثمن ايه هانت تبارك الله تبارك الله ولاد وبنات ولاد وبنات اللهم بارك تبارك الله شحال من كولور فيها يعني فيها بزاف ديال سميتو فيها شي 8 خلطه مخلطه فيها ولاد وبنات دراري ودريات بنادم كتبدلو الزواقه يا اخويا عارفني انا يا مفاجاه هي انا هذه اللي كتعجبني هذه مش مهرون لك انا ندير لها 15 درهم 15 درهم 15 درهم قضي غرض الله يبارك اش بالك فيها شوف هذه راه مفاجاه تبارك سهل يعني هاد الشكاره هادي ب 15 درهم 15 درهم شكاره يو هاد الكولور هاد الديوله اللهم بارك
انا بعدا عجباتني هاد الشكاره، الشكاره كامله ب 15 درهم. لا لا تبارك الله، سلعه زوينه. اللهم يسر الجميع. هادي شوف، هادي بحال كادو من عندنا. الله يرحم بها الوالد، بغيتي تتعاون مع الشباب الدراري مع كل شيء. شوف جيب غير انت، انا نعطيك الثوب، نعطيك كل شيء، وطلع لي ب 15 درهم، تبقى معاك ب 25 درهم. هذه كادو من عندنا، ديال الطبعه، ديال السلسله ديالها 15 درهم. الله يرحم بها. شوف بغيت تتعاون معاه، كاين مشكل. اللهم يسر لي 15 درهم. والله خويا انت عندك الاجر في هذا الشيء. الله يحفظك. اللهم يسر خويا الصحه. حنا نستافدوا شويه والناس يستافدوا شويه. هذا هو المهم، شي الا بعتي اكثر تربح اكثر، ولا تعاونتي مع الناس راه هما غادي يجيو ياخذوا اكثر. صاحبي الجمعيات حاجه عندي العام اللي فات. راك عارف شنو الجمعيات بزاف اللي كيدوا المناطق والجبال وهذا. يجيو مرحبا بهم. حتى هما يجيو مرحبا بهم. الاثمنه اللي قلنا الجمعيات كيدوا 2000 3000. حتى حنا نديرو حقنا في الثمن. فاش باش نوصل كلشي يدير اجر. حتى انا غادي ندير شي اجر. وهضروا نمشي نشتيهم ان شاء الله باذن الله. اللهم يسر الجميع. واخر كلمه اخويا سفيان، هو شوف هو الله يسر الامور للجميع. اي اخويا، وشكرا لك انت بزاف. وانا الحاجه الوحيده اللي تنقول كيف ديما، دابا راه مابقاش عندنا وقت باش نديروا نصائح. انا معروف تنبارطاجيو المعلومه، ماشي كنصحوا شي واحد ولا هذا، باش حنا غير المعلومه عندنا تنبارطاجيوها، مابقاش الوقت ديالها بزاف. ولكن الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول هو نوض تحرك على راسك وتخدم، حيت راه ما كاينش شي حاجه بالسهل. الله يرحم بها ولا تتخيل لك عقل ديالك ان كاين شي حاجه بالسهل. كل شيء خصك تحرك وتضرب تماره وتخدم. حيت انايا تيهضروا معايا الناس. اخويا تبارك الله، الدراري ولاو كينوضوا يخدموا على راسهم. تيخدموا؟ ولاو والله الا ولاو. مزيان من المناطق كلها ديال المغرب. شوف انا نقول لك واحد القضيه، الواحد يحاول يطور من راسه، خاص صعيب شويه الحال، ولكن ريح ويطور من راسه، ضروري يطور من راسه. علاش؟ باش يتفادى هادشي اللي تنعيشو دابا، فهمتي؟ راك عارف كاين بزاف ديال الروينه وهذا، وحيد المقارنه مع الناس، يحيد المقارنه. كنشوف فلان، انا يلا غنبدا عندي واحد القضيه المال، وغنشوف الاخر راه واصل، فهمتي؟ ما ننساه. شوف هذه كيف قال بلال، لو بغيتي توصل درجه صافي، نركز على راسي ونخدم. الله يسهل لك الامور. ومرحبا الف مرحبا، حنا اللي جا المحل راه مرحبا به، فهمتي شنو نوصل لك؟ ان شاء الله كما تنتعاون، كيتعاونوا معنا الناس حنا تنتعاونوا مع الناس. الله يسهل الامور الجميع. ومرحبا. والله يسهل اللي قدرنا عليه راه تنديرو، راه من القلب زعما، راه ماشي زعما والله العظيم، فهمتي؟ اللي قدرنا عليه راه تنديرو. والناس حيت كاين شي وحدين تيديروا دي كومونتير خايبين في الفيديوهات، ديما تنقول لهم حاجه وحده، انهم الله يسهل لهم امور والله يهديهم، واغلبيه تيكونوا المنافسين ديالنا، تنقول لهم الله يسهل لهم الامور، وحاولوا تركزوا على راسكم، حيت النجاح كيف انك ملي كتركز على راسك كتنجح، ملي كتركز على الناس وحدين اخرين كتنجح، تيمشي النجاح. اللهم يسهل الجميع. الله يسهل الامور. وسمحنا بزاف.